خلينا دلوقتي نروح نعرف تفاصيل أكتر عن مهرجان حياة جديدة بروح جديدة من الدكتورة منى المعتز بالله، المدير التنفيذي لمركز طه حسين لخدمات الطلاب من ذوي الإعاقة بجامعة الإسكندرية. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، يعني منورانا في صباح الخير يا مصر. وخلينا في البداية نعرف من حضرتك يعني فعاليات المهرجان بتشمل إيه، بيقام على مدار كام يوم، عدد المشاركين فيه قد إيه؟ صباح الخير على حضراتكم. المهرجان ده احنا بنقيم المهرجان العام والثاني، لكن شعارنا السنه دي حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقه في ظل التغيرات المناخيه. احنا بدانا يوم 14، ده كان الافتتاح. بدانا بكلمات طبعا من اصحاب القرار، وبعدين بدا طلابنا في زي ما في التقرير بان قدموا اول سكتش ومسرحيه بنبين قد ايه التغيرات المناخية أكثر الناس تضررا بيها هيكون الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكله كان بأداء طلابنا طلاب مركز طه حسين. وبعدين بعد كده تم افتتاح المعرض، أول معرض لتمكين أمهات طلابنا. الحقيقة إن الأمهات دايما بيكونوا ملازمين لطلابنا طوال فترة الدراسة، يعني علشان يساعدوهم في التنقلات. فكنت بحس دايما هو موجودين في المركز أولادهم في المحاضرات، لكن هم معطلين طبعا اقتصاديا. فعملنا لهم ورش عمل لتدريبهم على المهارات اليدوية والحرف اليدوية، وفعلا عرضنا منتجاتهم في المعرض، وده كان أول معرض لتمكينهم. ده كان أول يوم. طبعا كان في شراكات مع الجمعيات الخيرية، وقاموا برضو الجمعيات الخيرية بإقامة عروض فنية، وكان الحقيقة يوم دامج جدا للمجتمع الجامعي مع المجتمع المدني وكله للتوعية بالإعاقة. امبارح ده كان يوم الندوات وورش العمل، كان عندنا 5 ندوات. أول ندوة كانت بخصوص اتحضر للأخضر، وعملنا توعية لطلابنا إزاي نحافظ على البيئة، وإن الحفاظ على البيئة هو من أهم يعني الخطوات للحفاظ على حياتهم وحقوقهم فيما بعد. وكان عندنا ندوة أيضا ل يعني حقوق الحريات، إحنا بنسمي بناتنا حريات، حقوقهم وحمايتهم ضد التحرش، كان أساتذة من كلية الحقوق والتربية. كان عندنا كمان ندوة صورة الإعاقة في الدراما المصرية، أساتذة من قسم المسرح. وكمان أكيد كانت وزارة التضامن معانا برضو في الندوات، وبنك ناصر عرفنا أولياء الأمور وحتى أعضاء هيئة التدريس والموظفين من ذوي الإعاقة ايه هي الخدمات اللي بتقدمها الوزارة، وكمان الخدمات والفعاليات اللي ممكن تقام في الوزارات، وبنك ناصر بيقدم ايه خدمات لطلابنا. عظيم. النهاردة ان شاء الله عندنا هنختتم، وعندنا يوم رياضي هنقضيه في كلية التربية الرياضية بنين. يعني الولاد هيبدأوا يقضوا يوم كده دامج مع طلاب بدون إعاقة وطلاب ذوي إعاقة، ويعني الرياضة طبعا جزء مهم جدا لدمج طلابنا في المجتمع الجامعي. جميل، مجموعة كبيرة من الأنشطة المختلفة. حضرتك بتقولي إن دي النسخة الثانية من هذا المهرجان، هل برضه النسخة الأولى كانت بتعنى بنفس الأمر بذوي الهمم؟ طبعا احنا مركز طه حسين معني بذوي الهمم في جامعة الإسكندرية. ولما احنا بنقول على فكرة ذوي إعاقة، ذوي إعاقة هو ناس فهمها بصورة خاطئة. ذوي إعاقة مش معناها ان الشخص معاق، بالعكس ده معناه ان البيئة والفكر والمجتمع هو اللي عنده إعاقة، وده ليه علاقته بتغيرات المناخ. يعني انا هدي حضرتك مثال، لو شخص من مستخدمي الكرسي المتحرك ما فيش مثلا رامب في الشارع، هل هيعرف يتحرك بسلاسة؟ بكل تأكيد لا. لا. فإذا أصبح عدم وجود رامب هو اللي خلاه من ذوي إعاقة، لكن في وجود الإتاحة accessibility اللي هي رامب في كل حتة، هاند ريلز مثلا للمكفوفين، العلاقة البلاط النافر برضو للمكفوفين، ده هيزيل أي إعاقة، فبالتالي هيصبحوا بدون إعاقة. فذوي إعاقة إحنا بنقول إن الشخص هي مش إعاقة أجساد، لا هي إعاقة بيئة ومجتمع وطبعا فكر. يعني صحيح. احنا طول الوقت بنوعي الناس ان طلابنا او الاشخاص دول عندهم تحديات معينة، وكلنا عندنا نفس
تحديات خاصة بينا، كلنا ذوي احتياجات خاصة، أكيد حضراتكم كل واحد فينا عنده احتياجات خاصة، لكن كلنا احتياجاتنا مختلفة، فلازم إن احنا نتعرف على الآخر ونحترم احتياجاته ونضعها في الاختبار في الاعتبار، خصوصا في ظل التغيرات المناخية. يعني لازم نبدأ في الاستعداد لإتاحة الحياة، سواء إتاحة طرق، إتاحة إنشائية، أو إتاحة إلكترونية. يعني ذوي الإعاقة لازم يكون عندهم التكنولوجي اللي بيهم يقدروا يوصلوا للدعم في حالة الكوارث أو الطوارئ بصورة سلسة وفيها مساواة زيهم زي باقي الناس، ما فيش أي اختلاف. بكل تأكيد يا دكتور. طيب حضرتك قلتي أنه المشاركين طبعا من ذوي الهمم بيشاركوا في هذا المهرجان من خلال أعمال فنية، عايز أعرف من حضرتك إيه هي يعني شكل المشاركات دي، الأعمال دي بتكون عبارة عن إيه؟ وكمان خلينا نعرف من حضرتك أصلا يعني آلية الاشتراك في هذا المهرجان جات إزاي؟ إحنا طبعا معنيين بطلاب جامعة الإسكندرية، ولادنا مش بس شاركوا في أعمال فنية من ناحية المسرح وإقامة عروض تمثيلية وغناء، لا هم كمان شاركوا بمنتجاتهم اليدوية اللي بيعملوها كانوا مع الأمهات في الوقت الفراغ ما بين المحاضرات، فهم مشاركين أرادي كمان مع الأمهات بالمنتجات اليدوية والأشغال اليدوية. كمان إحنا عندنا أول فريق قادة من طلاب ذوي الإعاقة، القادة الاجتماعيين في الجامعة، دول بيكونوا جروبس بتهتم او بتبقى مع عندها مسؤوليه تنظيم اي ايفنتس بتحصل في الكليات وفي الجامعات. احنا خلينا القاده الاجتماعيين لكليه الاداب يدربوا ولادنا ليصبحوا قاده، وكان عندنا اول فريق قاده من ذوي الاعاقه، وهم اللي شاركوا معانا في التنظيم والتصوير للمهرجان بتاعنا. هي دكتور يمكن حضرتك ذكرتي لينا الحقيقه بتفاصيل مهمه جدا عن هذا المهرجان، زي ما حضرتك قلتي دي دورته الثانيه، مهرجان مهم جدا جدا جدا، فكره كمان توعيه هذه الفئه المهمه جدا بالنسبه لنا، هذه الفئه الهامه في المجتمع بمخاطر التغير المناخي، وحضرتك كمان اتكلمتي عن فكره تهيئه يمكن البنى التحتيه وتهيئه عامه الحياه واحنا موجودين لهذه الفئه دي، كمان نقطه مهمه جدا. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتوره منى المعتز بالله، المدير التنفيذي لمركز طه حسين لخدمات الطلاب من ذوي الاعاقه جامعه الاسكندريه.